بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الفضول صفة مركوزة في النفس البشرية تلازمها طول العمر. نلاحظ هذه الصفة مع الأطفال بالذات. تكون ماشي مع ابنك واخده في ايدك بالليل، تبص لأيه بيوصل السماء يقول لك ايه دي يا بابا، تقول له دي نجمة. يعني ايه نجمة يا بابا؟ يعني حاجة زي الشمس. تبقى ايه الشمس يا بابا؟ تبقى تقعد تفكر كده تقول تبقى غاز في حالة غليان. يعني ايه غاز يا بابا؟ يعني حاجة زي الهواء. يعني الهواء ده يا بابا هو يبقى الشمس؟ طب ليه مش بيبقى الشمس؟ يوه دي ليلة مش فايتة، خدي يا ابني البونبونة دي وسيبني في حالي. ما تعديش 5 دقايق ويرجع توصل ايه بيقول لك ايه دي يا بابا؟ شجرة يا ابني. ايه هي الشجرة؟ يعني ايه شجرة؟ تقول له تقعد تفكر كده وبعدين تقول له يعني شجرة؟ يقول لك يعني ايه شجرة يا بابا؟ تقول له نبات. يعني ايه نبات؟ يعني حاجة تنبت من الارض. يعني ايه يا بابا؟ يعني زي الفول لما بينبت، زي الفول النابت. زي الفول النابت. يعني الفول النابت ممكن يطلع شجرة؟ ممكن يطلع شجرة. طب وتبقى ايه الشجرة بقى يا بابا؟ يوه ده احنا مش هتفوت علينا الليلة دي يا ابني، بلاش داوس، سيبني في حالي، مفيش فايدة، يا دوبك 5 دقايق عدوا. ايه دي يا بابا؟ مدنا يا ابني. يعني ايه مدنا؟ يعني يطلع واحد فوقها ويدن. يدن يقول ايه يا بابا؟ يدن يقول لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني ربنا واحد مفيش غيره. يعني ايه ربنا يا بابا؟ ربنا اللي خلقنا يا ابني. ربنا خلقنا من ايه يا بابا؟ خلقنا من مفيش. طب فين مفيش دي يا بابا؟ يا نهار ازرق، ده احنا مش هنخلص. يا ريتني سبتك مع امك الليله دي. الراجل زهق ومش طايق الصفه الغريبه اللي هي الفضول، مع ان الشيء اللي متصور ان هو مصيبه هي اكبر نعمه ربنا انعم بها على الانسان، هي نعمه الفضول. الاب مش طايق الحكايه دي، متصور انها كارثه، مش هتعدي الليله دي. لكن الكارثه دي هي اللي حفزت كل العلماء على انهم يصنعوا لنا الحضاره. صفه الفضول وهبه الفضول كانت وراء كل الاختراعات والاكتشافات العظيمه. الفضول هو اللي حفز كريستوفر كولومبس على انه يركب بحر الظلمات، والفضول هو اللي حفز ماجلان على انه يدور حول راس الراجل الصالح، والفضول هو اللي حفز علماء ومخترعين كبار مثل جيمس وات، اديسون، ماركوني، فاراداي، لافوازيه، الى اخر قبيله العلماء اللي صنعوا لنا المدنيه والحضاره. وفي الواقع حكايه يعني ايه يا بابا ما هياش كلام اطفال، ده باب كبير في الفلسفه اسمه البحث في الماهيات. احنا في العادة بنتبادل اسامي ونتكلم كلامنا كله اسامي، لكن عقل مش ما يكتفيش بالاسم. هو عاوز ده، عاوز يعرف المسمى، هو عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فلما تقول له فلان او الشيء ده اسمه كذا يرجع يقول لك يعني ايه، لان الاسم بالنسبه له لا يعني اكثر من مجرد بطاقه، مجرد رمز. انما هو عاوز يعرف المرموز، يعرف الموضوع ذاته، عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه، فبيقول لك يعني ايه. مثلا السجين نمره 97، بطاقه نحاس متعلقه على السجين الشاويش يقول لصاحبه ان ده ل 97.
انت وانت واقف بتقول يعني ايه 97؟ وهو بالنسبة لك 97 ما فيش اكثر من رقم. فبيقولوا لك هو عبد الصمد عوضين. برضو كلمة عبد الصمد عوضين دي ما تعنيش حاجة بالنسبة لك. برضو هي برضو نوع من البطاقات، برضو بتشيل نمرة نحاس وبتحط بطاقة نحاس تانية مكتوب عليها عبد الصمد عوضين. فانت بتسكت شوية كده وتقول يعني ايه مين عبد الصمد عوضين؟ بتقول مين عبد الصمد عوضين؟ لان كلمة عبد الصمد عوضين ما ادتكش اي معنى، ده مجرد بطاقة. فبيقولوا لك ده الراجل الطويل العريض ابو شنب مش عارف ايه وشعر اسود وعينيه عسل. برضو المسائل دي مجرد اوصاف. ترجع تقول انا عاوز اعرف هو مين؟ فيرجع يقولوا لك ده هو اللي ارتكب جريمة القتل الفلانية. برضو دي معناها مجموعة أفعال، مرة قالوا لك الاسم، مرة أوصاف، مرة أفعال. أنت عاوز توصل لقرار القصة، عاوز تقول هو مين، بترجع تسأل كل شوية هو مين. أنت عاوز تعرف الشيء على ما هو عليه، تفضل تسأل تسأل لغاية ما توصل في النهاية أنك عاوز تعرف نفس النفس اللي اسمها عبد الصمد عوضي، حقيقته، حقيقة ذاته. وده مستحيل. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني قال الوصول إلى ماهية أي شيء أو حقيقة ذات أي شيء مستحيل عقلا، يعني العقل ما بيقدرش. كل العقل اللي يقدر يوصل إليه هو مواصفات أفعال، مقادير، كميات، ويحللها ويطلع قوانين وبس. إنما أنه يعرف الشيء في ذاته، الماهية، الهوية، ما يقدرش. طب إزاي هنعرف؟ نعرف عن طريق الإلهام، عن طريق الاستبصار، عن طريق الحدث، عن طريق العلم اللدني. في ألف منفذ ومنفذ بيمشي فيه الفضول عشان يوصل لحقيقة الأشياء. حقيقي احنا مش ممكن نعرف قرار النهائي بتاع أي شيء، يعني الذات الكنه بقى ده وقعت. لكن أثناء السكة واحنا ماشيين بيتكشف لنا علبة من جوه علبة من جوه علبة، بنعرف معلومات أكتر. وهو مجرد الحضارة في سرها والمدنية في سرها هي مجرد الخطوات دي. حقيقي ما وصلناش إلى الدرجة اللي احنا نعرف فيها الكون، لكن أثناء السير تكشفت حاجات كتيرة ووصلنا إلى أشياء كثيرة. وهذه المسيرة هي العلم. فأكن كلمة يعني إيه يا بابا ما هيش كلام عيال ولا كلام أطفال. ده زي ما قلنا باب في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا الليله دي الحادثه اللي هنقف عندها هي حادثه فضول، حادثه فضول. اتنين مهندسين بيشتغلوا في شركه تليفونات امريكيه، فبيبلغوا كتبوا مذكره ان في تشويش على الاتصالات اللاسلكيه. فردت الشركه قال مطلوب البحث في التشويش ده وسببه ايه ومصدره ايه. فابتدى بحث طويل مضني قام به الاثنين المهندسين دول، خد منهم سنين من الجهد والعمل، وانتهى بكشف رائع وخطير وصل به الاثنين الى جائزة نوبل سنة 1978. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان مصدر التشويش على الاتصالات اللاسلكية كان هو صوت الانفجار الأول، الانفجار الكوني الأول الذي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة. دي حكاية تانية، دي حكاية كبيرة قوي، دي خرجت خالص من حكة من حتة التليفونات. الحكاية كبيرة قوي. صوت الانفجار الأول اللي نشأ عنه الكون من 10,000,000,000 سنة. الصوت لسه ماشي من 10,000,000,000 سنة. الصوت لسه ماشي في الكون زي ما هو، فالصوت لسه موجود. ايه حكاية الصوت ده؟ قالوا لك ان نشأة الكون في احدث النظريات انه ابتدى على شكل قبضة من النور، او تسميها قبضة من الطاقة، او تسميها قبضة من المادة المكثفة لدرجة تفوق التصور، او جايز ما تلاقيش اسم تسميها بقى، نقول عليها قبضة السر الاول اللي نشأ عنه كل شيء. هتحتار انك تسمي القبضة دي كانت ايه، سميها نور او سميها
طاقة وسميها مادة مكثفة، لكن ودور يعني رفيع إن شاء الله.